ما ريتش قبيل انا فماش هكا تولي يسومو يسومو ويمشي كيما انا مثلا توا جيت نسوم نلقى شيء ما يعجبنيش نتعدى قليل اللي يشري الناس كل توا قاعده تشوف تسوم وتشوف امور اسكت تنجم ولا ما تنجمش انا اسماء القبيل اللي ضعيف تونسي مقدر الشرائية بتاعه وتاعه بعد الاخر اسماء ما فماش بقدر شرائية ما تقول الاخبار اللي كيكو برا مازال مازال العباد سنه بشهريه فهمني اللي متخش مع الموظفين مع المربوطين بالشهر ديجا كنت تمشي تشوف البنوك توا هيك صف من هنا لك الدنيا فهمتني توزي بتبيض يستنى وحيده وحيده يستنى الاخر لحظه فما اللي يستنى الاخر لحظه فما اللي عنده فلوس مازال لما حاله وطن فماش اللي عنده فلوس اوكي باش يمشي يمور ويستنى الفلاح اللي يرخي شوي زاد فهمتني اولا معناتها في الفتره الاولى فما عزوف تام معناتها انتماء للشراء ربما هذه معناتها باش يثبت روحه معناتها في الاسواق وفي المقابل ثم غلاء بالنسبه للاسعار المشي فما متن يعني فما اسواق مقبول العباد كلها تنجم تسوى ما فما 400 فما حتى من 300 فما أما التونس يعني كبير تحب يعني فين بتاع 900 يحب يخلو لك بـ 400 السنين من الأول غالية غالية برشا من بعد وهذه نتيجة العزوف نتاع الشاب عدم الإقبال خلى الأسوان تتراجع تراجعت نوعا ما على الفترة الأولى تراجعت الأسوان بدا الإقبال هذا يسمى معناتها تعديل السوق بين الشاري والبايع معناتها أخذ ورد بين يوصل للسوم المعقول وقت تولي الشاري يشري والبايع يبيع وتمشي الأمور عادية كما كانت بالنسبة للأسعار معناتها العلوش بالنسبة لي أنا نشوف فيه معناتها كيما عناول بالضبط غالي السنة برشا صغير ترى ذاك يقول لك 87 معناها ما تجيش بالفعل اسوان بيه كل واحد وكيفاش فما القشه اللي طلع احنا ما اللي فات ورسمت انت علوش ب 880 يعني ما نفهمش فاش يبيع هذا يبيع في علاش ولا يبيع في حاجه اخرى علوش ب 880 فهمني فما ناس اخرى لا كيف هذا بروموسيون 490 هز على بعض فهمني لا بس كل فلاح كيف فما القشه فما لازم التونسي يكون خبيث شوي اسوان غاليه ليش مش مناسبه لسوان الست اللي ما يملاش العيش اللي عنده عائلة وكيش اللي نكتب مرب غالي مش رخيص غالية شوي ما بحكم العلفة غالية بتبيع الأسعار غالية الفلاح عنده حق والدولة ما هيش مهتمة حتى بشيء غير عادي بصفة عامة الأغلبية تنجم تشفي الأغلبية تنجم تشفي مش تقعد نسبة معينة هي كل عام تاخذ فما نسبة تاخذ الحق إذا العلوش يواصل معنا بالأسعار نتاع العلوش تواصل في الهبوط يولي وقت ينجم يتمكن ويشري لماكسيموم وتقل معناتها بيع الحمل يقل حتى عباد ما تعرف عقب كونفينمون وعيد صغير ورمضان أو خلط توا وما نصور غالي مش الناس كل باش تاخذ مقدرة الشرائية ضعيفة الناس كل ما عندهاش فهمت حتى العلوش حتى كان يرخص العباد ما تنجمش تشري السنة معناتها قلة قليلة معناتها لهذا يا خو كان يشري معناتها عنده شهرية في كس ياخذ شهريته طول يمشي ياخذ العلوش فما بتبيع فما عباد تنجم تشري وعباد لا وما نصور معظمها ما ينجمش يشري حتى كي نقعد مع الاصحاب الناس معناتها باش يختاروا انهم يشيروا الحمص. الناس خارجه من نيجيريا بدات 3 شهور مسكره. الناس ما عندهاش فلوس عندها كروات. الناس معتمده باش تخدم. منين باش يجي فلوس؟ المشكل في اللي عنده صغار. بابا باع بابا باع. من عنده تالو اربع كبار. مش لازم عليه يشتري. والله التوانسه راه في مين. كي يحب يشري يشتري. كي ما يحبش ما يحبش. هو كيف اما فما شويه تونس يحب يبيس بالعربيه عادي يحب يشري علوش كبير زعما زعما يعني ما يغزوش تجاره ولا يغزوش ولد عمه
مش قلت هو يحب يفايز بلوش كبير يحب يشري شكي ميحبش ميحبش اه تونسي في يقولك راه الدنيا غالية وماني سيري راه ما يرضاش روحه بيقول بلا علوس يكرديلك يتسلف واحد يقعد علوس يقعد بيت بلا علوس